إنشاء المركز هي جات عن انشغالات طويلة ديال الجمعية، لأن يعني الجمعية متأسسة 1982 10 فبراير 43 سنة من العمل والاطلاع على الإكراهات ديال الأشخاص ذوي الإعاقة، وشفنا أن من بين الإكراهات الأساسية هي التعليم والصحة. واشتغلت الجمعية في 2004 على إنشاء هذا المركز اللي هو هذا المركز يستقبل 80 طفل في العام، اللي هو في التخصص تاعو بالضبط هو تخصص التربية الدامجة. نحنا كنشتغلوا على التربية الدامجة داخل المركز للأطفال من 3 سنوات إلى البال اليافعين 16 سنة فوق. استطعنا أن نحول هذا التأثير على المجتمع هو بعمل طويل ومسار اللي هو باش نغيروا الصورة النمطية على الإعاقة ونغيروا، وحتى الشخص في وضعية إعاقة يصبح واعي بحقه. هو التحسيس والتأطير والتكوين تبدأ من الأسرة، بعد هي الأولى. منين كتبدأ من الأسرة كتوصل في النهاية للنتيجة مع الشخص ذوي الإعاقة. يصبح الشخص ذوي الإعاقة ماشي للدراسة، مساير حقوقه، الأسر كذلك مواكبين الطفل تاعهم، حتى أنهم الحمد لله اليوم ما تلاقي المشكل في التعليم. بالنسبة لجائزة المجتمع المدني اللي كنت حصلت عليها يوم 7 دجنبر، هي في الحقيقة أنا ما كان أعتبرها جائزتي أنا وحدي، بل بالعكس هي جائزة المجتمع المغربي والنساء والنساء ذوات الإعاقة بالخصوص. أنا بس أنني سلمت الجائزة، ولكن هي راهي جائزة الجميع. هذه الجائزة هي جات ثمرة عمل واعتراف عمل 43 سنة اشتغلت عليه جمعية مساندة الأشخاص المعاقين من خلال 1982 إلى 2023. والحمد لله عمل مشترك، عمل طاقم كبير اللي هو من الأعضاء، ما هو عملي وحدي، عمل أعضاء سابقين وحاليين ومربيات وأطر إدارية. وهذا الحمد لله هو اللي زاد فينا قوة أننا مازلنا نسائر هذا العمل، وأنا نوجه وننصح أن راه من صار على الدرب وصل. إلى عاد الهدف والعمل والنية صافية إنسان مولانا ما يضيع، ما خارج شيء يجي سهل. أنا كنقول عن النساء ذوات الإعاقة، يلا تم يعودوا صبورات، ويلا تم تعود عندهم شخصية قوية، ويلا تم يعود عندهم تحدي هم في ذاتهم، ويحسوا عنهم هم نساء مثل جميع النساء العاديات. بالنسبة اليوم العالمي للمرأة، أنا كنشوف أن المرأة في وضعية إعاقة هي مرأة عندها إكراهات، ومن بينها هي بحكم أنها امرأة، وثانيا في وضعية إعاقة، يعني هون واحد الإقصاء كبير داخل المجتمع وحتى في الأسر. ما ننسى عن بعض الأسر حتى هم همشي النساء ذوات الإعاقة، لا في الأسر لا في المجتمع لا في الشارع، وهم النساء ذوات الإعاقة ما شاء الله لهم قدرات ولهم طموح ولهم كيفهم كيف النساء ذوات الإعاقة لهم دور كبير حتى في ترتيب البيت. ماتي اليوم زوجات، ربات بيت، منتجات، فاعلات، الحمد لله. هذا شيء أنا نشوفه ونعيشه في المجتمع. التوجه تاعي للمجتمع هو أنه يتم يشرك الأشخاص النساء ذوات الإعاقة في جميع البرامج. ومن ناحية الدعم، أنا ما نقول ما هو دعم مادي، ولكن هو دعم فيه ياسر من المفاهيم، اللي هو الدعم تواصلي إنساني، يشوف يتواصل مع النساء ذوات الإعاقة، يقعد معاهم، يشوف العمل تاعهم، يتأكد أنهم، يحاول يستأنس معاهم، يوجههم، يحسسهم أنهم نساء ذوات الإعاقة، نساء منتجات وفاعلات، وأحسن من النساء حتى هما العاديات اللي جينا نشوفه في الحقيقة. الإشراك أساسي. إذا ما كان المجتمع المدني عامل إشراك كبير مع الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني هناك العمل تاعهم ناقص. أنا كنقول عن ضروري مشاركة
الأشخاص ذوي الإعاقة، لا نساء لا رجال لا أطفال، لأن حتى حد ما هو يوما ما لا يعود عنده إعاقة، والله هو في حد ذاته معاق. لهذا على الأقل تعود واحد العمل كامل متكامل بين المجتمع والإعاقة. أنا في نظر الخطوات اللي يمكن لهم يتوجهوا لها المنظمات العربية المجتمعات العربية من أجل حل إيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة هو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، التواصل معهم، إدراجهم جميع البرامج، دعمهم في مشاريع مضرة للدخل باش يعودوا حتى هما عندهم ضامنين حقهم في العيش الكريم. الرسالة اللي نبغي نوجه للشباب ذوي الإعاقة من أجل تحقيق أحلامهم هو الصبر. أولا التعليم، عليهم بالقراءة وبالجد والاجتهاد في الدراسة وفي حياتهم والتحدي. ثانيا الصبر، راه لما كان الصبر والتحدي راه مسار صعب ومسار ما هو بالسهل، ولكن أنا كنقول عن إنسان إلا صبر يقد يوصل وإلا قرأ يقد يحقق ياسر. الإعاقة ما قطعت هي المانع عن الدراسة أو العمل، بالعكس الحمد لله اليوم كنشوفوا شباب طلبة ونشوفوا شباب موظفين ونشوفوا شباب حاملين مشاريع، هذا كامل ما جاب السهل إلا وهو جاب الصبر والتحدي والطموح والإرادة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.